بقى الاخبار المحليه والعالميه ايه، خلينا نروح نشوف. اليوم السابع، اتحاد الكره يرشح الاهلي والزمالك للمشاركه في دوري ابطال افريقيا. سوبر كوره، منتخب مصر يخوض مرانه على استاد الكليه الحربيه استعدادا لزيمبابوي. فيتو شوبير، اهتمام الدوله بكاس الامم يجعلها اعظم بطوله في التاريخ، نتمنى. الوطن سبورت، تفاصيل افتتاح امم افريقيا، حكيم يحيي الحفل واغنيه عالميه بثلاث لغات. كوره، وزير الرياضه المصري يقدم وعدا لماني. في الجول، تقرير فرنسي، تحفظ شرطة مكافحة الفساد على بلاتيني بسبب مونديال 2022. سكاي نيوز، ليفربول يقترب من مبابي والدليل ليبرون جيمس. سبورت 360، نيمار يعود إلى برشلونة بصفقة تبادلية ضخمة مع باريس.